والآن ننتقل بكم إلى الفقرة التحليلية، ويصحبنا فيها اليوم رئيس تحرير صحيفة الجريدة الأستاذ أشرف عبد العزيز. مرحبا بك أستاذ أشرف. مرحبا بك الأستاذ رويدة وبمشاهدي قناة سودانية 24. مرحبا بك، ونبدأ معك من صحيفة السوداني، ومنها نقرأ: القوات النظامية تنفذ حملة شاملة لجمع السلاح من المواطنين. يبدأ نائب الرئيس حسب محمد رئيس اللجنة المكونة لجمع السلاح في دارفور وكردفان جولة لولايات دارفور الخمس للجلوس مع حكومات الولايات والأجهزة العسكرية والتشريعية والإدارات الأهلية لوضع خطة لجمع السلاح. وفي الأثناء قالت اللجنة العليا لجمع السلاح والعربات غير المقننة إن القوات النظامية والجهات المختصة ستنفذ حملة شاملة لجمع ونزع السلاح من أيدي المواطنين ومصادرة السيارات غير المقننة. وطلبت اللجنة في بيان تلقته السوداني أمس المواطنين الذين بحوزتهم أي أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو عربات غير مقننة تسليمها للقوات المشتركة أو لأقرب وحدة عسكرية أو قسم الشرطة. ما هي أبرز التحديات التي ستواجه هذه اللجنة في نظرك أستاذ أشرف؟ طبعا هذه هي ليست الجولة الأولى أو المبادرة الأولى التي تقوم بها رئاسة الجمهورية فيما يتعلق بجمع السلاح في دارفور والسودان ككل. من قبل في العام الماضي رئيس الجمهورية كان قد زار ولايات دارفور الخمس وأكد عزم الدولة على جمع السلاح والسيطرة عليه ووضعه تحت القوات المسلحة، وقال أن ذلك يمكن أن يتم عبر وسيلتين: الوسيلة الأولى بشكل طوعي وأن يقوم المواطنين بتسليم السلاح مقابل تعويض، وأما الطريقة الأخرى فهي أن تتم عن طريق الجانب القانوني. ولاة دارفور أيضا أكدوا في اجتماع لهم قبل أيام بضرورة مسألة جمع السلاح، والي جنوب دارفور كان قد تقدم للأمانة العدلية بالمطور الوطني تنويرا كافيا وضافيا فيما يتعلق بمسألة خطته لجمع السلاح. ولكن هذه الإجراءات بالضبط كما أشرتي تواجهها العديد من التحديات. دارفور منذ الديمقراطية الثالثة وليس منذ عهد الإنقاذ كانت تواجه كثير من الأحداث، منها أحداث النهب المسلح وغيرها وهي معروفة للشعب السوداني. والآن أيضا تفجرت الأزمة بسبب الحرب التي ظلت تراوح مكانها في الإقليم المنكوب، ولكن يمكن أن نقول أن هنالك مؤشرات إيجابية في الفترة الأخيرة بدأت تلوح في الأفق. فالتمرد انحصر بحد كبير في دارفور، حتى النهب الذي كان يتم نهارا للبنوك بدأ ينحصر، والعمليات أصبحت نادرة وتكاد تكون معزولة. الآن هنالك نوع من الاستقرار، ولكن هنالك أزمة حقيقية فيما يتعلق بالصراعات بين القبائل، وكأنها حلت مكان التمرد. الصراعات بين القبائل تحتاج لبسط هيبة الدولة، وما لم تستطيع الدولة بسط هيبتها على القبائل لن تستطيع جمع السلاح، لأن هذه القبائل تعتمد عليه في صراعاتها بشكل كامل، ولأنها كانت جزء من الصراع في دارفور فيما يتعلق بالحرب. هل الحكومة وفرت هذه الشروط لبسط هيبتها وبسط الأمن لجمع السلاح؟ الحكومة الآن تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق هذا الهدف، ولعل ولاية جنوب دارفور كان لها من قبل تجربة بأنها بدأت تجمع السلاح من المواطنين طوعية، وبدأت تقول للقبائل بأنها ينبغي عليها أن تلتزم هي بدفع الديات وليس الحكومة فيما يتعلق بنزاعاتها، وهذا قلل وحد كثير من الصراعات. ولكن هنالك بعض الولايات في دارفور لا زالت بها بعض الصراعات القبلية تحتاج من الحكومة التدخل أكبر وبسط هيبتها عليها حتى يطمئن المواطنين، وعن طريق بسط التطمينات. لو كان المواطنين مطمئنين وهنالك سكينة واستقرار بالتأكيد لا أحد يرفض مسألة جمع السلاح. نتحدث عن هناك ما زالت صراعات قبلية، هل ستوافق هذه القبائل على جمع السلاح وعدم حمله، وما هو الدور المطلوب من الإدارات الأهلية؟ حتى الزيارة الحالية لنائب رئيس الجمهورية حسب محمد عبد الرحمن هو سيلتقي فيها بالأجهزة التنفيذية والأجهزة العسكرية والأجهزة التشريعية والقيادات الأهلية. من المهم جدا أن تلعب القيادات الأهلية دورا مهما، هذا يمكن أن يتم عبر مؤتمر عام لجمع السلاح، لأن دارفور هذه منطقة عرفت عدم الصراعات في عهدها السابق، وكانت دارفور معروفة بتنظيم القوانين حتى في الفصل بين الصراعات بين الرعاة والمزارعين. ولعلنا في التاريخ نعرف قانون دال الشهير
في 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 عهد السلطان علي دينار الذي قام بتنظيم وتقسيم الحواكير بشكل جيد ولم تنتج عنها اي صراعات. نعم. فبالتالي اكيد دارفور لها تاريخ وكل القبائل كانت نشيج اجتماعي واحد متماسك، فبالتاكيد الاراده الحقيقيه للمواطن وللحكومه هي التي يمكن ان تسهم في عمليه جمع السلاح. نعم. تحدث عن اراده حقيقيه للمواطن وللحكومه وتحدث عن مؤشرات ايجابيه في حملات كانت سابقه، يعني في رايك هل هذه الحمله ستكلل بالنجاح وتلقى قبول من المواطنين؟ يعني بالتاكيد في ظل مؤشرات حقيقيه انا ذكرتها من قبل، وهي انه التمرد الان في الحصار، المسائل المتعلقه بالنزاعات القبليه مقدور على حلها اذا توفرت الاراده بشكل جيد واذا بسطت الحكومه هيبتها على القبائل، واذا لم تترك الحكومه ايضا تدخل اي قيادات محليه لها علاقه بقوات رسميه في ان تتعاطف مع قبائلها. احيانا الحكومه في الوقت السابق استخدمت بعض القبائل لنصرتها ضد التمرد، هذه القبائل الان تحوز على بعض الاسلحه ربما تكون فيها اسلحه ثقيله وتستعين ببعض من كانوا لهم علاقه بالقوات الرسمية الحكومية. لا بد للحكومة أن تبعد كل هؤلاء القادة المحليون وأن تقوم بتوزيعهم على وحدات مختلفة في الجيش والقوات المسلحة بعيدا عن منطقة النزاعات، ومن ثم تعمل على جمع السلاح من القبائل بعد موافقة شيوخ القبائل في مؤتمر عام والتأكيد على ذلك في وثيقة يمهر التوقيع عليها كل شيوخ القبائل.